أيضا تم تنظيم لأول مرة مسائل تتعلق بحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، وأيضا تنظيم ما يتعلق بالحبس الاحتياطي والتعويض عن فالحبس الحبس الاحتياطي الاحتياطي الحبس الاحتياطي داخل مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكامل بالظبط كده. متكامل. ماذا عن الحبس الاحتياطي لو تقول لنا سيادة النائب؟ يعني هيبقى في بدائل للحبس الاحتياطي، هيبقى في مدد واضحة، هيبقى في تعويض عن الحبس الاحتياطي إذا كان في حكم بالبراءة، هيبقى في تعويض في حالة قضاء مدة عقوبة ثم الحصول على براءة. كل هذه الأمور تم تنظيمها. أيضا تم تنظيم تفصيلي للوضع على قوائم ترقب الوصول أو قوائم المنع من السفر. كلام مهم جدا. هذا يعني هذه أمور من الأمور التي تم الانتهاء منها، وجاري الانتهاء تماما من مشروع قانون متكامل زي ما أشار رئيس المجلس في الكلمة اللي سيادتك أذعتيها. قريبا جدا امتى بقى قريبا جدا؟ الكلام اللي حضرتك قلته ده كلام مهم جدا، لانه بيخص الناس، حياه الناس، حريات الناس، حريه الحركه فعلاً. يعني دي امور اساسيه، ويعني يعني مهم جدا اللي انتوا بتقوموا بيه سياده النائب. امتى يتم الانتهاء من هذا المشروع بقانون وعرضه بقى ليه على مجلس النواب وللحوار المجتمعي ايضا؟ هو الحقيقه اللجنه الفرعيه يعني مشارك فيها كافة الجهات والهيئات وأساتذة الجامعات والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة وهيئة مستشاري مجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة المجالس النيابية ومجلس الشيوخ ولجنة الدفاع والأمن القومي مجلس القومي لحقوق الإنسان. امتى بقى امتى الموعد سيادة النائب؟ كل دول مشاركين معانا يعني. تمام، امتى الموعد يعني متخيل؟ احنا انتهينا من حوالي 90% من مواد القانون، علينا ان ندقق فيما تبقى من مواد قليله حتى نكون امام مشروع متكامل، لكن تم عرض الجزء الخاص باستئناف الجنايات وهو احد ثمار عمل اللجنه. لاني في التزام دستوري زي ما سيادتك اشرتي طبقا الماده 240 والماده 96 من الدستور يجب ان يصدر القانون وينفذ خلال 10 سنوات من تاريخ اقرار دستور 2014.